شوف الهلال غير مقنع فنيا للأمانة، حتى بهذا الانتصار الكبير غير مقنع الهلال إلى حتى الآن. حتى لما نرجع لمباراة الاتحاد والهلال ما كان مقنع الهلال الشوط الأول. أنا 10 أهداف في مواجهتين بندر، غير مقنع. 10 في الأربعة في الاتحاد وستة في الرياض، غير مقنع. حنا شفنا أجل متى تقتنع في الهلال؟ حنا شفنا أقتنع. تدري متى أقتنع؟ متى يعني قول 10 هو غير مقتنع. أقتنع بالهلال أمام النصر. لما نتكلم عن من يقنع فنيا، وهذه للأمانة ويجب احنا كمحللين رياضيين ان نتفق عليها، من يقنع الان فنيا في دورينا هو النصر داخل الملعب فنيا. انا اتكلم، لكن اتكلم عن اداء. فاز الهلال انت هذا امر طبيعي، فاز بأهداف نتيجه كثير. خلا كمل كلامي انا ارد عليك بجزئيه. انت خالد تتكلم وتناقض كلامي. طيب هو ينتقد خالد قبل شوي. شوف بعض الاعلاميين الهلاليين عندما يسترسل احيانا يجيب على ما يقولون بعض الكلمات. أيوة. ما يحسب لها حساب.